الاهلي كانت موجوده، كابتن محمود قعد مع اللاعبين وسلم عليهم وحفزهم، وقف مع زي ما حضراتكم شايفين مع الكابتن حسام عاشور كابتن النادي الاهلي يحفزه في هذه المباراه ويقول له ان المباراه دي. كابتن حسام عاشور طبعا يعني قيمه كبيره جدا جدا، ولما الكابتن خطيب يقف معاه ويتكلم معاه اعتقد ان ده حسام هينقل الكلام ده لكل اللاعبين، ولكن ايضا الكابتن خطيب بنفسه نقل هذا الموضوع او نقل هذا الكلام لكل اللاعبين، وان شاء الله ان شاء الله مباراه يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بهذه البطوله، هي بطوله من مباراه واحده زي ما قلت لحضراتكم في بدايه اللقاء، ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز، وان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفرح كل جماهيره، زي ما حضراتكم شايفين كابتن خطيب سلم على كل اللاعبين، ودي من المرات القليله جدا اللي بنشوف فيها كابتن خطيب في الملعب ووقف مع اللاعبين في الملعب، كان عايز يقف معاهم اربع خمس دقائق كده ما يطولش عليهم، ولكن وقف مع اللاعبين اربع خمس دقائق قال لهم اللي هو عايز يقوله، قال لهم ان الجمهور كله مستنيكم، قال لهم ان احنا عايزينكم تكسبوا ان شاء الله المباراه القادمه، قال لهم كل ما يحثهم على الفوز خلال الفتره القادمه او خلال هذه المباراه. كابتن سيد عبد الحفيظ متواجد، كان متواجد طبعا مع الكابتن خطيب، يعني بيطمن على اللاعبين الكابتن، وبيحاول ان هو زي ما قلت لحضراتكم يعني يطمن على كل اللاعبين ويديهم ثقة أكبر إن احنا دايما واثقين فيكم ودايما واقفين معاكم. يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. طيب